هذه المخاطبات وهذا النداء تقصدون الأراضي الطابو الزراعي لو الطابو حتى الصرف؟ لا طبعا حتى الطابو الصرف زي. لأنه أنت تعرف اليوم حضرتك سادي يعني أي مشروع اللي تريد تسوي بكل تأكيد سيمر يعني على 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 أرض الواقع، سيمر بأراضي زراعية وأراضي طابو. فيما يخص الأراضي الزراعية أيضا سيتم التعامل معها بشكل وفق القوانين السائدة أيضا، وبالتالي قد نحتاج إلى بعض الاستملاكات. يعني اليوم في مشاريع الطرق والجسور احتجنا إلى استملاك بعض المناطق لغرض إنشاء هذه المشاريع في العاصمة بغداد، وتم التعامل عليها وفق القوانين السائدة. في حال مرور هذا الطريق بأرض مملوكة لشخص أو عدة أشخاص مثلا، شلون يتم حل هذا الموضوع؟ يعني سادة اليوم أكو قانون الطرق، على ما أعتقد يمكن قانون رقم 35، هذا يجيز بين دائرة الطرق والجسور أن تستملك أي قطعة أرض لغرض تنفيذ مشروع ذو نفع عام.